حياكم الله ويا هلا بكم على كل متابعي ومشاهدي قناه سامره الفضائيه ببرنامجنا برنامج اصداء الشارع. مثل ما تعرفون اليوم لنقل الحقيقه والواقع. اليوم حتكون حلقتنا بشركه العامه للسكك الحديديه. اليوم اكو مشاكل بسيطه لكن لها حلول. حندخل ونتجول بالسكك الحديديه بما يعانون من تفاصيل بالشارع والعبرات الموجوده بالسكك. معاناة كثيرة لكن إن شاء الله المفروض اليوم أكو وعي وأكو ثقافة يوعون الأطفال من يعبر القطار لا تشمر عليه الحجار ولا تكسر جامات القطارات اللي موجودة. التفاصيل أكثر حتعرفوها بداخل السكك الحديدية. أبقوا وياي. السلام عليكم. عليكم السلام. الشركة العامة للسكك الحديدية أو المحطة العالمية موجودة اللي عندنا ببغداد. اليوم لاحظنا نشر بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو إنه أكو بعض من المغرضين قام يكسرون الجامات الموجودة مع القطارات وصار أكو بوق من قبل السكك اللي موجودة على الطرق. اليوم برأيك منو اللي قاعد يفعل هذا الموضوع وليش قاعد يصير هذا الموضوع وشنو الإثارة بهذا الموضوع؟ هو الموضوع غير حضاري ويعني ليس متكفل في الزمن الحاضر، بينما يعني هذا منذ أكثر من 40 عام تعاني سكك حديد العراق بعدم وجود ثقافات لدى بعض العوائل يعني المتواجدة بالقرب من خطوط السكك، فنرى حتى ما أحياناً إطلاقات نارية يطلق على القطار في أماكن متعددة، وما أدى إلى كسر نوافذ الزجاج الذي يحمل الشركة الكثير من الأموال والمعاناة، وبالتالي أنه عدم راحة الراكب عندما يجلس في غرفة مكيفة في قطارات درجة أولى DMU الحديثة ومن ثم تأتي الحجارة وتكسر الزجاجة عليه، هذه مشكلة. فأعتقد أن ظاهرة غير حضارية ترتبط بثقافات بعض المواطنين، يعني ليس هناك مغرضين يعني قضية سياسية أو غير سياسية، لأن هذا من زمن النظام السابق نحن نعاني من هذا الموضوع، ودخلنا على الأمان العام للوزراء، على وزارة النقل، على كل الوزارات، حتى على المحافظات والأغذية، أنه يجب أن تكون هناك حملات توعية للقرى والأماكن التي يمر بها سير القطار من البصرة أو إلى الأنبار أو إلى الموصل، لأنه المشكلة نفس المشكلة في اتجاه البصرة يرمى بالحجار، باتجاه الموصل يرمى، باتجاه الأنبار، فالعملية أنه أطفال يتقربون إلى خطوط السكة ومن ثم يقذفون الحجارة، فهذه مشكلة. هاي سلبية واحدة من آلاف السلبيات التي يعاني منها القطار وخاصة خطوط السكك. وهناك معابر غير نظامية، المعابر غير النظامية اليوم منا إلى البصرة 560 كيلو المسافة، لدينا 70 إلى 71 معبر نظامي فيه موظفين وفيه أذرع، عندما يأتي القطار يتصلون به يقطع الطريق، ولكن هناك أكثر من 450 معبر غير نظامي منا إلى المعقل إلى أم قصر. هؤلاء المواطنين جعلوا سدات ترابية أو بعض الأقضية والبلديات بلطت هذا المكان وتعبر هذه السيارات، مما أدى إلى وجود حوادث، والحادث قبل أسبوع راح ضحيته إنسان ساق عجلة تريلا في رمالة عبر أمام القطار، وكانت هناك أضرار مادية كبيرة في القطار الحديث وأدى إلى حياة هذا الرجل. فهي مشكلة، المشكلة أنه هي في ثقافة الإنسان، يجب أن يعلم أن هذا قطار وجد لخدمته. هناك سلبية أخرى، بعض الركاب يأتون إلى في القطار، هذا الذي يعبث في ممتلكات القطار من الداخل يكسر التلفزيون أو حنفية المي تكسر أو فتح الماء ومن ثم يسكب، أو يعني النظافة فمتكفلة والشركة العامة للسكك يعني الحديدية. من يجي المواطن يدخل إلى القطار إلى محطة القطار يعمل هاي الفوضى الموجودة؟ أنا أكدت في مقدمة حداثي هناك مختلف الثقافات، هناك من لا يعرف المسؤولية في داخل القطار يعبث في ممتلكات القطار نفسه، وتتكفل الشركة العامة في إصلاح هذه الأضرار، وهذه كلها أموال وهي قطارات حديثة موديل 14 و15 DMU من أرقى قطارات المشي التي جاءت إلى العراق. يعني احنا لم نسترد أي قطار منذ 2001، وهذه قطارات 12 سيات مريحة ويصعد بها المسافر، وتستطيع قناتكم الصعود بها وتشوفون مدى الرحل بها. زين، اليوم أكو بعض من الموظفين الموجودين أو الكادر الموجود بداخل السكك يثقفون المواطن من يجين يحجون وياه انه ها ممتلكات لا تتجاوز عليها لا تكسرها، واذا انكسرت يحاسب
يحاسب الراكب بهذا الموضوع يغرم أم لا؟ لو شنو الإجراءات تكون بحقه؟ لدينا حملات إعلامية كبيرة يعني من إدارة الشركة المتمثلة بالمدير العام والسيد المعاون والسيد مدير العلاقات والإعلام بحملات توعية والذهاب في العربات ونلقي يعني كل ما بوسعنا على المواطنين انه هذه القطارات جاءت لخدمتكم فيجب المحافظه عليها، لان بالتالي انت الراكب التي تصعد به وليس انا الموظف، انا اجهز لك القطار ثم يصلك الى المكان الذي تريده، فليفترض المحافظه عليها من خلال بوسترات ومن خلال النشرات التوعيه ومن خلال الاعلانات ومن خلال هذا قنواتكم اللي مشكوره متفضله تاتي الى هذا الموضوع وتنشر هذه معاناة الموظفين السكك وإدارة السكك. زين، اليوم أريد ألاحظ في الموضوع أن اليوم لاحظ أول ما دخلنا شفنا بعض من اللافتات الموجودة اللي قطع تذاكر إلى تركيا وإلى باقي الدول المجاورة للعراق، هذا لحد هسه موجودة؟ أكو تعاون بينكم وبين الدول المجاورة الأخرى لو هذا اللغة الموضوع بعد الأحداث اللي صارت بدخول داعش وغيره؟ تعلم عزيزي ان العراق يعني هي المحط، سميت المحطه العالميه لانه كانت تنطلق منها القطارات الى العالم، صح. وهذه الدائره التي تراها في عينك لا يوجد منها في العالم الا ثلاثه، في لندن وفي نيودلهي في الهند وفي العراق، اسسوها البريطانيين. فاليوم كانت تنطلق اول رحله قطار في ثلاثينيات القرن الماضي، انطلقت من بغداد الى حيدر باشا في تركيا ومن ثم واصلت الى برلين، نعم. في ثلاثينيات القرن الماضي ووصلت إلى برلين، فالموجود قبل سقوط النظام بشهر كانت لدينا قطارات تصل إلى سوريا وتصل إلى تركيا وبأسعار زهيدة، يومين في الأسبوع كانت أحد وأربعة تنطلق إلى تركيا واثنين وأربعة تنتقل إلى سوريا، فموجودة. لكن بسبب الأعمال الإرهابية ويعني تهديم البنى التحتية للسكك وقلع الخطوط والتفجيرات التي حدثت، وقف عندنا قطار بغداد قائم سوريا وبغداد موصل ربيعة فيشخابور إلى تركيا، هذه مشكلة. وعدم وجود تخصيصات كبيرة لإعادة هذه، رغم ما السكك يعني بأمورها المالية البسيطة عادت الحياة إلى خط بغداد موصل، واليوم ننقل النفط من الجيارة ومن بيجي إلى بغداد ومن ثم إلى مقصر، لكنه الخطوط تريد يعني يراد لها أن يعاد صيانتها من جديد، وتعلم أن هناك أمور جديدة، وتعلمون في الإعلام طريق التنمية، أعتقد سيكون هذا أول مشروع جديد في السكك العراقية. أستاذ، حتى أستثمر الموضوع وياك وأخذ معلومات أكثر من عندك، برنامجنا برنامج إصداء الشارع، اليوم لاحظنا كثير من المناطق اللي موجودة والسكك اللي موجودة كانت أكو فتحات يعني للسيارات تعبر على السكة وتنزل المنطقة الأخرى، انغلقت لكن حاليا انفتحت، وهذا وقلت بها سببت حوادث كثيرة حاليا، لماذا لم تغلق وليش انفتحت؟ نحن دائرة حكومية، والضغط الذي يسلط علينا، المواطنين يشتكون إلى ممثلين الشعب، نعم. في مناطقهم، نعم. يذهب إلى عضو مجلس النواب في منطقته ويشتكي أنه هكذا حدث هذا الأمر، فيكون ضغط زيارات أعضاء مجلس النواب وهم ممثلين الشعب ومن حقهم يطرحون مشاكل الشعب على وزارة النقل وعلى مدير عام السكك، مضطر السكك أن تضع بواب وتضع ذراع ومن ثم تفتح هذه النافذة بضغط، وأنا أؤكد ضغط من ممثلين الشعب، لأنه الشعب يضغط على ممثلي يأتون إلى وهذا واجب ممثل الشعب، فإحنا بالتالي أنه هو أذية على المواطن، لأنه هذا يكلفني حوادث ويكلفني أرواح، وبالتالي بالنتيجة تنعكس بالسلب. أنا عندي القاطرة ما تتأذى، قد يكون أماكن شغلات خاصة أصلحها، لكنه أرواح تروح بها تزاق، فهذه المعابر والمواطن لا يتأنى، يعني القطار يصل إلى مسافة أمتار وهو يتسابق أمام القطار يعبر، فهي مشكلة. يعني وأنا فقلت في مقدمة الحديث أنها ثقافة مواطن، هناك من المواطنين الكثيرين في العراق أكثر من 70% ناس مثقفين واعين، يعلمون ما هو سير القطار ويعلمون ما هي هذه الآلية التي تسير، وهناك مشاكل وانعكست بالسلب على سائق القاطرة الكابتن، يعني عندما يكون الحادث يوضع في السجن وتتكفل الشركة العامة وزارة النقل القضاء ومن ثم يأخذ له أسبوع بالسجن، يلا يطلق صراحة بعد أن يكون هناك فصل عشائري، يعني هذا رغم ما يمشي على سكة القطار وهو قانون دولي لا يحاسب، إحنا لا، العشائر نبقى ما تتحاسب سائق القطار ومن ثم هاي مشاكلنا. طيب،
طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما تلاحظون انه اليوم المشاكل الازليه اللي موجوده اليوم بالشركه العامه للسكك الحديديه، انه اليوم من يتوجه القطار اذا كان الى البصره او اذا كان الى الموصل او اذا كان الى الانبار، الى مناطق اذا كانت جنوبيه او شماليه او الغربيه، اكو بعض من الاطفال انا ما اقول اليوم كبير بالسن او كبير بالعمر، انه شال طابقه وشمرها على القطار وكسر جمم القطار. هاي حتكلف غرامات موجوده على سكك الحديديه او وزاره النقل بشكل عام. هاي اليوم كلها مفروض قله وعي وقله ثقافه وقله جهل. يعني انت اليوم ليش هذا الموضوع انه مشيت طابقه وكسرت الجامع؟ يعني انت شو تلاحظ انه اليوم مفروض من العوائل العراقيه المحترمه الموجوده على جوانب السكك واطراف، خلي يكون اكو توعيه، توعون اطفالكم على الاقل، علموهم. احنا مو نقول بالمدارس، نعلموهم القراءه ونشوفهم القطار شلون يمشي والقطار من يروح وايش قد الركاب البي وايش قد القطارات اللي موجوده. زين، وضحوا لهم، علموهم، طوروهم. اليوم السكك الحديديه من اجمل السكك اللي موجوده بالعراق وبالذات ببغداد بمنطقه العلاوي. راح نتجول ببرنامجنا وراح تشوفون السكك الحديديه والقطارات اللي موجوده، القطارات اكو بها الفي اي بي وتفاصيلها وجماليتها، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، اكيد بعدنا مستمرين وياكم برنامجنا، برنامج اصداء الشارع، واكيد بجولتنا حتى تعرفون تفاصيل السكك الحديديه وتاريخ السكك الحديديه، الشركه العامه للسكك الحديديه بالعراق وزاره النقل. مثل ما تعرفون اليوم راح اتحدث انا مهندس فاضل معاون المدير العام للسكك الحديديه الموجوده، لكن انه اليوم اكو معاناه نلاحظها بالسكك الحديديه، نتمنى انه هاي المعاناه تحل ويكون اكو بيها تطور اكثر واكثر. رغم القاطرات الموجوده، بعض من القاطرات الموجوده مكيفه مهيئه ومقاعدها جميله واكو غرف بيها، لكن مع الاسف الشديد اكو قله وعي وقله ثقافه من بعض من المواطنين اللي يكسر الشاشه واللي يكسر الحنفيه واللي يشخبط على المقاعد الموجوده والاطفال اللي بالشوارع اللي موجودين على اطراف السكك اللي يكسرون الجامات الموجوده، وصارت ضجه لهذا الموضوع. لكن اليوم انت من جد كسرت جامة، هاي اول شغله، واثنين المعابر اللي موجوده انفتحت والقطار يمشي كانت بسرعه او غير سرعه وعبرت سياره وراحت ارواح، المفروض هاي العبرات كلها تغلق، هاي مخصصه الى السكك والى القطارات اللي موجوده. السلام عليكم مهندس فاضل، وحياكم الله. ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولقناتكم الكريمه. طبعا فرصة طيبة حتى تكون إعلان للناس وللمواطنين بخصوص موضوع السكك الحديد والمعابر الغير نظامية. نعم. اللي قاعد يسبب لنا مشاكل كثيرة. يعني تعرف أنت خط السكة من بغداد للبصرة وأيضا خط السكة من بغداد للموصل، السكك بالوقت الحالي قاعد تعيد الخطوط اللي ضرت بزمن داعش والحروب اللي أثرت على السكك اللي اجت بمردود عكسي بصراحة، لكن شركتنا بالوقت الحالي قاعد تنهض نهوض للمستقبل، وشوف انت المؤتمرات والشركات والدول اللي قاعد تفاتح، دولة العراق الحبيبة وبرعاية رئيس مجلس الوزراء دكتور المهندس محمد الشياع السوداني وزير النقل رزاق محبس، السكك قاعد تنهض ان شاء الله وقاعد تقوم مشاريع جديده. لكن هاي اللي قاعد يصير بالمعابر الغير نظاميه اللي على الخطوط الرئيسيه وقاعد يسبب لنا الحوادث وتربك عمل السكك بصراحه. نعم. وقاعد نعاني معاناه كثيره من وراء هذا الموضوع بصراحه. زين، السكك يعني خلينا نقول انه اليوم الجهات الماسكه او القوات الامنيه الماسكه للمناطق اللي موجوده، نعم، لها دور بهذا الموضوع لتوعيه او شطه المجتمعيه لتوعيه بعض من العوائل الموجوده على معابر السكك، سكك القطار. طبعا فاتحنا باكثر من كتاب والاكثر من جهه، وبالذات يعني المحافظات، يعني المحافظات والمحافظين بالاضافه الى القوات الماسكه للارض، انه توعيه للناس اضافه الى حمايه خطوط السكه من هاي المعابر الغير نظاميه
هي مو فقط المعابر الغير نظامية، تلقى أنت أكو بعض الدوائر هي تتعدى على خطوط السكك بأنقاضها بتفاصيلها. يعني تلقى مشاريع تقوم بها بعض الجهات التابعة للدوائر المعنية، تلقى أنقاض تابعة على خط السكة، وهذا قاعد يسبب لنا مشاكل أكثر. يعني من قناتكم الكريمة أنه نرجو أن يكون توعية ويصال صوتنا للجهات الأخرى مثل المحافظات، بالإضافة إلى المحافظين، بالإضافة إلى البلديات والدوائر الأخرى. كم قطار لحد هسه متضرر عندكم وتضرر بهذا الموضوع؟ والله عندنا كثير من القطارات تضررت، يعني خاصة القطارات هاي اللي جديدة اللي تشتغل على خط السكة، خط الجنوبي، خط بغداد البصرة، ما يعادل تقريبا إلى 7 إلى 8 قطارات ضررت من وراء المعابر الغير نظامية. من القطارات تضرر حاليا؟ نعم، من المعابر الغير نظامية ضررت، يعني حسب الضرر مو مثلا متشابه، تلقى ضرر يعني من وراء سيارة مثلا عابرة من معبر غير نظامي، تلقى مثلا من أنقاض على خط السكة أو تبليط على خط السكة ينحرف القطار عن مساره، وهي سبب المشاكل. زين ماكو لحد هسه ماكو يعني جهات مختصة بهذا الموضوع لتعمير السكك الموجودة لنقل الركاب؟ اليوم لاحظنا هو اكو سكك متهالكة ومنتهية وحتى مباقت وانشالت. صحيح، احنا بالوقت الحالي قاعد نعيد الخطوط، والدليل على ذلك يعني هسه احنا عندنا خط البصره بيتضرر لكن انعاد والخط قاعد يشتغل، خط الموصل كان كله متضرر لكن عادته السكك الحديد بجهود الخيرين وبجهود الموظفين، يعني معاناه من الصبح لليل تلقاه الى ثاني يوم بالحر والبرد عادوا الخط، والحمد لله خط الموصل بدا يشتغل، خط بغداد البصره هو يشتغل، وباقي الخطوط احنا نعيده قاعد، خط عندنا خط بغداد الرمادي ان شاء الله قاعد ينعاد، عندنا خط بيجي حقلانية ينعاد، يعني هاي الخطوط قاعد تعيدها السكك الحديد إن شاء الله. شكراً لكم، أهلاً وسهلاً، شكراً جزيلاً حبيبي، شكراً لكم. مشاهدينا الكرام، أكيد بعدنا مستمرون وياكم، هسه راح ننزل ونتجول ونطب إلى قسم التذاكر وباقي الغرف الموجودة، ندخل إلى محطات السكك والقطار وشوفون القطار وشوفون تفاصيل القطار والغرف المكيفة وترتيب القطارات الموجودة، وحتى ويا السائق نحكي ونشوف السائق شو حكي. دائما نقول السائق هو الواجهة للقطار وشنو الأمور اللي قاعد تأذى بها، والتفاصيل أكثر ببرنامج لنقل الحقيقة والواقع اللي موجود بالدوائر الخدمية والوزارات والشارع العراقي. أبقوا يعني. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأكيد بعدنا مستمرين وياكم برنامجنا، برنامج إصداء الشارع بالسكك الحديدية اللي موجودة بمنطقة العلاوي. أستاذ جواد اللي هو مدير الأعلام اللي موجود بالسكك، اليوم خلينا نتحدث نتجول بداخل الدائرة وداخل السكك الموجودة، أريد نعرف اليوم الرحلات من بغداد إلى البصرة إيش قد يستغرق الوقت؟ واليوم اكو سمعنا الفي اي بي الدرجه الاولى والثانيه والثالثه. نعم، حياكم الله. رحلات القطار ما تعتمد على توقيت محدد بالضبط. وقت الوصول، الانطلاق ثابت، عندنا اوقات محدده للانطلاق، لكن هي مثل ما فهمك السيد المدير العام وعرفت التعابر غير نظاميه تعطل هوايه. واكو بعض الاحيان يصير كروسن مع قطار جاي او قطار نازل، احنا عندنا قطارات نازلة وصاعدة. الرحلة وقت الرحلة من 8 ساعات إلى 9 ساعات. هاي إلى البصرة. للبصرة. نعم. التذاكر يعني تدريجية، عندنا سياحي، عندنا سياحي درجة أولى، وعندنا منام، وعندنا منام درجة أولى. السياحي سعر التذكرة للشخص الواحد 10,000. السياحي درجة أولى سعر التذكرة للشخص الواحد 15,000. المنام عندنا نوعين، عندنا منام غرفة مكونة من 4 أسرة، كل سرير 25,000، كل نفر 25,000. نعم، يعني الغرفة الكاملة صير 100,000. أقول الدرجة الأولى متكونة من سريرين أو نفرين يقعدون بها، السرير الواحد 30,000، يعني الغرفة الكاملة 60,000. زين،
هذا الموضوع أنه اليوم الطريق تعرف أنت يكون طريق 9 ساعات إلى محافظة البصرة أو باقي المحافظات الموجودة، يجوز أكو بعد أكثر من هذا الوقت. لا يعني هي 9، 9.5، 8 فقط البصرة لو كل المحافظات الموجودة؟ لا لا فقط، لا هي مو قلت لك تنطلق من مرور من المحافظات الجنوبية تقريبا يوصل للحلة الديوانية. أكو محطات وقوف؟ نعم نعم، محطات توقف بها، محطات ديوانية بالحلة وبالديوانية وبالسماوة والناصرية ووصولا إلى البصرة. زين اليوم خليها هواية محطات، محطات فرعية ومحطات رئيسية. زين اليوم خلينا نقول الراكب أو المواطن اللي يروح يجيب عادي أكل وياه لو أكو هنا أكو وجبة. مطعم موجود، مطعم. يعني مطعم يوفر هنا. يوفر موجود داخل القطار مطعم. داخل القطار. داخل القطار. مجاني؟ لا لا. بفلوس. لا بفلوس. شنو الأكلات اللي موجودة؟ يعني يوفر للي يريده يحتاجه من مأكل، من مشرب، من مشروبات غازية، مشروبات ماء، نعم. شاي، موجود كل شيء. نعم. رحلات ليش احنا لاحظت هسه قبل شوي سولفنا عنها، قلت لي رحلات ماكو الصبح ولا الظهر، رحلات كلها تكون بالليل. نعم. ليش فقط بالليل؟ تفادي الازدحام والتقاطعات مع السيارات وبرودة الجو واستغلال وقت الليل. تعرف القطار دائما اللي يسافر القطار هو يحب يسافر القطار حتى ينام يرتاح. صح. نعم. فحتى اللي عنده شغل او عنده عمل او عنده اجراء، نعم، شوفه يعتبره كانما نايم ببيته وقاعد الصبح هناك مكمل شغله وجاي. قطارات مكيفه؟ نعم مكيفه. كلها مكيفه؟ كلها مكيفه بكل العربات. كل العربات؟ كل العربات مكيفه. نعم. زين شنو المشاكل اللي تعانون من عندها حاليا؟ مشاكل عده، منها معابر غير نظاميه، منها رمي القطار بالحجاره، منها اكو بعض الاحيان العبث بممتلكات القطار نفسه، العبث بالسكه، نعم. سكك الحديد نفسها يصير بها عبث. نعم. إنها كارثة. نعم. طبعا اليوم كارثة هي هالمعاناة اللي موجودة بالسكك. طبعا هنا قطار بغداد المعلق. نعم. هذا مشروع قطار بغداد المعلق أحد المشاريع اللي إن شاء الله سيرى النور قريب، ووضع التصاميم كاملة إليه إن شاء الله. أي. يربط الرصافة بالكرخ، ينطلق من نهاية الشعب مرورا بفلكة 83 إلى باب المعظم ويعبر على جسر الحديد، من عندها تقاطع يصير خط روتي يذهب للكاظمية. نعم. عبد المحسن الكاظمي، وروت يجي للعلاوة. أكو موظفين داخلين جوا هسه؟ نعم. نقدر ندخل نشوف؟ تفضل أستاذ. طبعا مشاهدين الكرام هسه احنا ندخل ونعرف تفاصيل أكثر قطار بغداد المعلق، هذا المشروع اللي راح يطور وتكون إلى جمالية جيدة، فراح ندخل ونعرف تفاصيل أكثر بالسكك الحديدية. لكن هاي المعاناة اللي تلاحظوها وتشوفوها إنه المفروض اليوم أكو وعي، أكو ثقافة من قبل المواطن، من قبل العوائل العراقية، ثقف أطفالهم العبرات الموجودة إنها المفروض هاي كلها تغلق حتى تكون خاصة للقطارات اللي موجودة. طبعا هنا هي هاي مثل ما تشوفون قطار بغداد المعلق، راح اصل الى تفاصيل راح تشوفوها. زين شو وقت راح يبلشون به ان شاء الله؟ حال هو انقرت الموازنه ان شاء الله، بس توفر التخصيصات مالته ووضعوا التصاميم كامله ان شاء الله. نعم. وباشره وحتى بامور فنيه عده. نعم. وان شاء الله يتحدث لكم مدير المشروع استاذ جبار. نعم. هو معاون مدير قسم المشاريع، واضافه الى انه المسؤول على مشروع القطار المعلق ان شاء الله. هسه احنا نطلع حتى نحكيهم ويا سائق القطار، نحكي اذا بعد ابو جيم المواطنين اللي قاعد يقطعون. نعم عندنا موجوده تذاكر موجوده لنا. هسه خلينا نشوف الاستاذ. استاذ موفق. استاذ موفق السلام عليكم. شلون صحه المعاناه يمك بشكل عام اللي هو انت سائق القطار اللي ليلا ونهارا لازم تسهر حتى تحافظ على ارواح المواطنين. اليوم شنو المعاناة اللي تعاني من عندها وأنت سائق القطار باتجاهك إلى المحافظات الجنوبية؟ أولاً أهلاً وسهلاً ونرحب بكم. حياك الله. وشرفتونا. وشو تحب تسأل؟ اسأل براحتك. اليوم شنو المعاناة اللي تعاني من عندها اليوم بالطريق؟ الطريق طريق حلو. نعم. لكن تواجهنا بعض الصعوبات اللي قابلة للزوال، مثلاً التعابرات غير النظامية، رمي الحجارة أو العبث بالممتلكات. ويحتاج إلى وعي أكثر قبل المواطنين. نعم. لأنه القطار حلو
وحديث ومجهز بكل شيء مريح للمواطنين، من مطعم، من تبريد، وسائل راحة كاملة، أمان، ووقت حلو مناسب، والحمد لله والشكر. وإن شاء الله تشوفون الأحلى والأحدث والمستقبل أفضل للسكة كلها إن شاء الله. شكرا أكثر مفضل. يعني وسنة. أستاذ كاظم، إحنا هسه راح أستاذ جواد العفو راح نجول نشوف هنا اللي هو بعض من المواطنين إذا كانوا موجودين، اللي هو حجز التذاكر. خروح إلى قسم حجز التذاكر. هذه بالمناسبة، هذه شبابي كلها هي مكان الحجز التذاكر. هذه كانت قديما لبغداد وسوريا مكتب الحجز. أنا هذا اللي حكيت فيه قبل شوي، طبعا مشاهدين الكرام حوضح على فد موضوع. هنا هاي القطع اللي موجودة، هاي كانت حجز إلى بغداد سوريا، مكتب حجز النقل الدولي بغداد تركيا، لكن حاليا هي توقفت لأسباب، لكن احنا ان شاء الله نتمناها ترجع، نتمناها تطور. يعني اليوم واحد يستمتع من يروح الى تركيا بالقطار، اليوم اللي عنده فوبيا من الطيران، عنده فوبيا من السيارة والطريق طويل، لكن اليوم قطار مكيف واكو غرفة استراحة له او منام له، نايم ويقعد وبراحته حد ما يوصل تركيا او يوصل الى سوريا. فان شاء الله يكون اكو تطور بهذا الموضوع. استاذ جواد، احنا السلام عليكم، شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ خلينا نشوف احد المواطنين اللي جايين هنا. شلونك عني؟ شو اخبارك؟ حياك الله. عندك اليوم بسكك؟ والله انا من صلاح الدين. حياك الله. عندي جازة مال حقل، فرادوا معي عندي كتاب من السكك مال بغداد، طوني من صلاح الدين لل... زين، شلون نشوف السكك اليوم بشكل عام؟ والله شوف زين، يعني دائرة طبيعية ومتعاونين و... يعني ماشي الامور، ماكو اي مشكلة؟ ما عندك اي مشكلة؟ ما في مشكلة، ما في. لا شكرا لك، سلمي ان شاء الله. لا متعاونين ويانا والحمد لله، الله يبارك فيك. مشكور لك، مشكور لك استاذ. هسه احنا خلينا نروح الى هذه همين اكو مال تذاكر اللي تشوفها. هاي التذاكر؟ اي نعم، هذه كانت الاقسام مال، مثلا كان اللي يحجز كوشيت، يحجز كوشيت شنو؟ هذه الكوشيت كانت يعني غرفه فيها ست اسره، يعني عفوا ست كراسي متقابله، كراسي فقط. نعم، مو يعني مو غرفه منام. نعم لا، كراسي. كراسي اي، ست كراسي. الدرجة، هاي الدرجة السياحية كانت، يعني الدرجات السياحية اللي هي الكراسي مثل ما فهمتك عليها. البي اي بي؟ لا لا لا، السياحية هذه فقط. اي اي نعم، المنام كان الحجز بوحده. هسه احنا لان القطار هي رحلة واحدة باليوم، نعم، فما حاجة نفتح كل هاي التذاكر، هو شباك واحد. شباك واحد، حتى شفنا ماكو زحم عليه. اي نعم، لا هو اكو زخم، يعني لان فترة الحجز طويلة، يعني من الصبح إلى حد انقطاع انطلاق الرحلة هو موجود الحجز مفتوح الحجز. أي نعم. طبعا هنا حجز تذاكر قطار البصرة. السلام عليكم، شلون صحة؟ شباركم شباب؟ الله يسلمك. من وين؟ أنا من الشعلة. من الشعلة، وين رايح؟ وين حتروح؟ البصرة إن شاء الله. زين، شلون شفت الإجراءات؟ إجراءات كلش حلوة. زين، شنو الحجز اللي حجزته؟ سياحي، في آي بي، لو عادي؟ لا حجزت غرفة. حجزت غرفة. إيه. اللي كم درجة أولى؟ أربع نفرات. أربع نفرات. بالضبط. اليوم إن شاء الله تروح البصرة؟ إن شاء الله بحيل الله. زين. شلون شفت اليوم القطار بشكل عام؟ أكو تنظيم؟ أكو ترتيب؟ أكو قطارات مكيفة؟ والله أنا أول مرة راح أروح، ما أكذب عليك. أول مرة. إيه، فأهلي رايحين قبلها يقولون زين. يعني وجهة نظر أهلك قالوا زين. زين. إيش عجب ما راح السيارة؟ إيش عجب حتى القطار؟ والله أأمن غير صراحة. أأمن. الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك. أغاتي عوان. أنا وسهلا. بسم الله. السلام عليكم. السلام. شلون صحة؟ الله يخليك. أنت ما حتروح البصرة؟ لا والله جاي أحجز جماعة. حتحجز؟ إيه. اليوم ما حتروح؟ البصرة. هم للبصرة؟ إيه. أول مرة تروح بسكيك؟ لا، خامس مرة، سادس مرة. سادس مرة. شلون شفت الإجراءات؟ والله نظام حلو، تبريد، هاي أمان، لا تروح بسيارة ولا حاجة. مرتاح؟ مرتاحين. نعم الحمد لله. الحمد لله والشكر. شكرا لك. الله يخليك. الله يحفظك. حياكم الله. حجي قلنا سولف وياك، شلون متقدرين؟ شلون شابه؟ شلون صحتك؟ رايح للبصره ان شاء الله؟ لا انا من البصره اجيت بالقطار وراح ارجع بالقطار. انت جيت من البصره الى بغداد؟ اي. بكل صراحه ليش تجاوبيني؟ شلون شفتي اليوم القطار؟ شلون شفتي الاجراءات، التعامل؟ تجربه ممتعه وسفره امنه ومريحه، بحيث راح اكررها راح ارجع. ما راح اصعد منشئه ولا اصعد سياره. تبريد، نظام، هدوء، نظافة، أريحية، تطور كلش جيد بخدمة السكك الحديد مالته. الحمد لله وشكرا. الحمد لله وشكرا. شكرا لك. حياك الله. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يعني شوف، أنا اليوم رأي المواطن يهمني. الحمد لله. يعني اليوم المواطن من يقول إنه اليوم
اكو القطارات كلها مكيفه، الاجراءات سليمه. يقول لك اني ما اروح بسياره، اروح بالقطار اهم وانسى. هو السفر بالقطار بحد ذاته هو ممتع، اضافه للامان اللي وفره. تعرف هسه حوادث الطرق هوايه صارت، نعم، وخاصه الطرق السريعه، نعم، والسيارات سريعه جدا وحوادثها لا قدر الله يعني مميته، نعم. لكن بالقطار اكو امان، رحله محدده السرعه، الوقت مالها معروف، ينطلق بفلان دقيقه يوصل بفلان دقيقه، فما عنده المواطن من يصعد بالقطار تشوفه يعني مرتاح، وحتى مواعيده مضبوطه، مثل يوصل بالخمسه وصل بالخمسه، ما بيها مجال ما يعبر. زين وانطلاقا نحن الحمد لله نفس الحاله، يعني الانطلاق مالته ثابت. زين هسه احنا راح ندخل الى القطارات، هذه رصيف القطارات، رصيف المسافرين، هذه صاله المسافرين، هاي صاله الانتظار والحجز، هنا تبقى عندنا هذه، هنا لا هي كافتيريا للموظفين والمسافرين، يعني تعرفوا اكو بعض الاحيان اكو مسافر يجي من وقت، نعم، فاكو كافتيريا هنا توفر للي اللي يحتاجه. هسه خلينا نسولف ويا اسواق من هنا. السلام عليكم، شلون الصحه؟ السلام عليكم، شلون الصحه؟ شلونك حجينا؟ شلونك استاذ؟ شو اخبارك؟ موظف هنا لو تروح الى؟ لا والله لا، مو عندي مراجعه هنا بالدائره. عندك مراجعه؟ والاستاذ؟ والله عندنا حادث هو مال السير مال القطار، وعندنا مراجعه هنا كثير. يلا ان شاء الله مقضيه. شلون شفت اليوم السكك؟ والله زينه، يعني زينه، خوش سكك. زين. لا الحمد لله والشكر. الحمد لله اليوم يعني السكك اكو تطور، اكو اجراءات جميله. اكو تطور، اكو اجراءات. يعني زينه خوش، يعني الفتره الماضيه احنا تقريبا نسينا شغله السكك خلاص سفر وغيرها، بس هسه لا اكو يعني حركه على السفر، واكو حركه على الوضعيه مال مراجعه المسافرين للقطار. نعم، الفتره اللي مضت يعني تقريبا ناسين، حتى من فوت من السكه ولا نصد لا يمنى ولا يسرى، ناسين القطار، بس هسه لا الحمد لله يعني الامور اهون احسن، يعني ان شاء الله نقول رجعت تروح السكك. ان شاء الله 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 بجهود الطيبين. زين المرحلة جيدة، ما عندك أي مشكلة إن شاء الله؟ لا الحمد لله، الحمد لله وشكرا. شكرا لك، حياك الله، حياك الله. شلون شباب؟ شلون صحتكم؟ وين رايحين؟ وين جايين؟ والله جينا جايين نشوف أجواء بغداد. أنتم من جايين؟ من بغداد. جايين من بغداد؟ إي أنتم مين؟ من من الشماعية جايين. من الشماعية؟ من الشماعية. زين جيتوا بقطار لو جيتوا شنو؟ لا جينا بتاكسي. إي؟ إي. زين شحتكم اليوم بالسكك؟ والله السيد خابرنا عندنا شغلة ويانا. يلا ان شاء الله مقضيه، رحم الله والدي. حياكم الله، حياكم الله. السلام عليكم، شلون الاساتذه؟ شلون هنا؟ زين هسه استاذ، هسه هنا راح نشوف بعض من الموجوده من القطارات اللي موجوده هسه حاليا. ما موجود ولا قطار؟ لا موجود، لا هسه موجود، بس القطارات اللي متوفره يعني هذه عربات عندنا فقط، العربات. اي نعم، القطار من يوصل من سفرته، نعم، بعد ما تنزل المسافرين من عنده يتوجه الى المحطه الفنيه، نعم، للصيانه والادامه البسيطه، نعم، وللتنظيف، نعم، بعدين قبل الرحله بساعه او ساعتين يجي لهنا يوصل على الرصيف. فمن من حسن حظكم من سوء حظنا ما موجود القطار، مو حتى نصحد فيه، ما موجود القطار اللي موجود. نعم، هم اكو ممكن هم انتظار، هذه هم انتظار، نعم، هذا رصيف الانتظار، رصيف المسافرين. زين هاي عندنا أرصفة، ثمان أرصفة. زين ثمان خطوط. اي نعم، موجودة للقطارات اللي راح تجي حتى تنقل المسافرين، نعم، إلى المحافظة، نعم، الجنوبية. نعم. زين اليوم لاحظت أكو فد شغلة هنا، مشاكل اللي شفناها واللي قلتوها أنه اللي هي قاعد يبقون بعض من الحديد الموجود مع السكك، تكسير الجامات، هاي تكسير الجامات اللي موجودة دائما تصير؟ هاي دائما وقديمة، هي مو حديثة، بس هسه زادت أو تركزت بمناطق. نعم. وهذه المناطق يعني مع أي مناطق تركزت؟ أطراف بغداد، في حين التجاوزات اللي صارت حتى بداخل بغداد. هسه عندنا التقاطعات اللي هنا قريب ساحة عدن، بالمناطق اللي يمر بها من ساحة عدن إلى المنصور، إلى محطة المنصور، يعني تجاوزات كلش هواية بيها. نعم. ومن تعبر المناطق هذه، من تعبر الدورة، تبدي إنه بمرحلة التجاوزات اللي متمثلة بمعابر الغير نظامية.
زين. إيه هذه تعرف ما أكو بيوت إنشاءات قريبة على السكك، هذا بدل ما يروح للمعبر النظامي يتوجه يسوي له معبر قريب على بيته ويعبر من عنده أو قريب على مزرعته، وهذه كلها سببنا حوادث. الحوادث اللي تصير اللي هي بعض العبرات تصير مثلاً حادث سيارة، من هو المسؤول؟ القطار لو السائق من السيارة؟ القطار ما عليه مسؤولية، القطار أولاً يمشي على سكة. نعم. يعني طريقة محدد وتوقفه مو هين، مو بالهين يجي لأن كتلة حديد ضخمة. نعم. توقفه مو بالهين. وعندنا نظام أو قانون يحمي القطار ويحمي سائق القطار. نعم. لأن أنت قاعد تتجاوز على السكة، مو السكة متجاوزة عليك. نعم. أنت صاحب السيارة قاعد تتجاوز على السكة وعلى القطار، مو القطار قاعد تتجاوز عليك على معبرك. نعم. أي نعم. طبعاً مشاهدين الكرام لو تلاحظون أتمنى من مصورنا يأخذ لنا فد نظرة هنا إنه هي هاي ال. مشاهدينا الكرام اكيد بعد مستمرين ياكم برنامجنا برنامج اصداء الشارع، تعرفون تفاصيل اكثر عن التجاوزات الموجوده بالمحافظات وبغداد على السكك الحديديه. حياك الله استاذ علي ونورتنا اليوم برنامجنا برنامج اصداء الشارع. يا اهلا وسهلا استاذ علي. اليوم لاحظنا انه اللي قاعد يتجاوزون على السكك، لاحظنا في قبل فتره واحد باني بيته على السكه. نعم. شنو الاجراءات صارت بحق هذا الموضوع وشنو التفاصيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، استند على توجيهات مع الوزير النقل والسيد مدير عام. عندما ظهر هذا المقطع بالتواصل الاجتماعي توجهت لجان التجاوزات فورا على الموقع هذا وتم إزالة تجاوز، كون هذا الخط شبه الخط فرعي مو خط رئيسي. نعم. وزال التجاوز، وكان الإنسان فلاح بذلك المنطقة ما يعرف أنه خط سكة وشنو تبعاته وشنو أولياته، وسبب ترك هذا الخط بسبب الأعمال الإرهابية السابقة كانت المنطقة ما حد يقدر يوصلها، لكن هسه الحمد لله عندنا قطارات كان تحمل من القيارة النفط الخام إلى البصرة. ولكن هناك بعض تجاوزات ما نقول ضمن منطقة بغداد داخل العاصمة، وجود معابرات تعابر غير نظامي، وجود البناء العشوائي بين القوسين الحواس مثل ما يقول بها تنشب أي مكان، هذا يسبب حركة عرقلت بحركة القطارات ويسبب خسارة بالأرواح والمعدات. زين أستاذ، اليوم هذا اللي بنى بيته على السكة مثل ما قلت إنه هو فلاح، بعد ما انزاح البيت مالته كانت صارت إلى تعويضات إلى لو ماكو أي تعويضات؟ لا أستاذ، ما عندنا تعويضات، هو الخط مالي، خط سكة. نعم. يعني هو متجاوز عليه وبعدين أزيله أعطيه تعويضات؟ ما ممكن، هذا العقل يرفضها. لكن الآن هسه نطلب احنا شكل سيد مدير عام لجان تجاوزات، وموجودة لجان تجاوزات مركزية بإزالة كافة تجاوزات عن خط السكة. هسه نعم. حاليا عندنا إن شاء الله مقبلين على تبديل خط الدورة مصافي. نعم. يمر بسوق الآثورين، سوق الآثورين عبارة عن تجاوزات، ولكن العالم اللي قاعده به ما قاعد تستجيب، يعني الا بردع القانون، وراح نضطر ناخذ عمليات بغداد وشرطه السكك ونباشر بخط ان شاء الله. عدد الرحلات ايش قد تكون؟ العدد اللي استوعاب القطارات ايش قد تقريبا؟ تفاصيل اعرفها من عندك استاذ. حاليا الرحلات قطار بغداد بصره وبصره بغداد ذهاب واياب، بالإضافة إلى خط بغداد كربلاء مستمر العمل به عند نزول رغبة المسافرين والمناسبات الدينية، رحلة يومية، رحلة من بغداد إلى البصرة، عدد المسافرين من 300 إلى 350 مسافر. يستوعب القطار؟ إي نعم. القطار الواحد؟ ساعة مالته 350 مسافر. بعض من المحلات اللي موجودة أو الأسواق الشعبية مثلاً بذات سوق الآثوريين. نعم. قريب على سكة القطار صارت أكو موضوع تجاوزات، يقول لك هذا السوق قديم ولازم يزاح، والناس يقول لك هاي محلاتنا إحنا ونروح ما عندنا البديل. شنو الإجراءات بهذا الموضوع؟ حالياً إذا تحكينا على المسافرين، المسافر ما يفوت على خط الآثوريين، خط الآثوريين سوق الآثوريين هذا بضايع، بس فقط بضايع النفط ومشتقات النفطية من مصاف الدورة إلى محطة الدورة ومن ثم إلى المناطق الجنوبية لأم قصر. نعم. أما خط المسافرين فيمر بمناطق سكنية مثل سوق المحمودية. فوت بالمحمودية، المحمودية بلغنا أي المقام، بلغنا الناس الخير اللي هناك أنه رفع التجاوزات، عدم رمي القطار بالحجر ما يسبب أضرار للمسافرين وأضرار بالممتلكات العامة، لكن إن شاء الله نتأمل خير. يعني أنتوا قاعد تعلمون من هذا الموضوع هو قلة الوعي والثقافة عن بعض من الأطفال الموجودة والعوائل اللي يوعون أطفالهم ويضربون القطارات بالحجار. قلة الوعي مو بس من الأطفال، من كل، مع احتراماتي الشديدة لشيوخنا العشائر، أنه السائق ما عنده استيار بالمقود، السائق مسير غير مخير،
اثناء السياره ماله اصطدم له شخص او اصطدم له سياره يطلب الفصل العشائري. يعني السائق شنو ذنبه؟ فصل عشائري يندعم له واحد او قتله، زين هو هذا متجاوز على خط السكه. القانون معه. القانون مع السكك. مع السكك. قانونيا مع السكك، لكن احنا نظام شرقي يحكمنا العشائر. نعم. يعني يقول لك انت قانونيا ما عليك شيء، لكن يقول لك العشائر لها حقك انا. فمن خلال قناتكم الكريمه نهيب شيوخنا الافاضل ورجال الدين ان يوعوا العالم انه ترى السائق القطار السائق ما عنده اي ستيرنج، ما عنده اي مكان، وما يتفاجئ راسا بدخول عجله تحت القاطره، شو يسوي له؟ او شخص تحت القاطره شو يسوي له هذا؟ زين، مناشئ القطارات الموجوده مين مناشئها؟ مناشئها عالميه، من اي دوله المواصفات مالتها؟ حاليا قاطرات عندنا قطارات المسافرين، قطار دي ام يو الصيني، قاطرات الصينيه، قاطرات الروسيه، قاطرات التركيه، قاطرات بيلاروسيه، قاطرات تشيكيه، كل مختلف العالم. الافضل حاليا الافضل الموجود عندكم؟ الافضليه هي ما مستوجب احنا قاطرات هسه حاليا جديده. نعم، كلها قديمه. كلها يعني 2003 وقبلها الثمانين، يعني الالمانيات، لكن الحمد لله قاطراتنا كلها جيده. زين، تتوقعون اليوم حيصير اكو تحديث بالقطارات الموجوده، تطور القطارات الموجوده، لا حيحدث القطارات، يعني نقول مثل ما قلت من 2014 او 2003 القطارات اللي موجوده. نعم. اكو شيء بالمستقبل يكون حداثه لهن؟ الدي ام يو، قطار الدي ام يو المسافرين اجانا 2014. نعم. لكن حاليا السكك دخلت والوزاره دخلت بخط التنميه، ان شاء الله هذا خط التنميه هو راح يفتح الافاق لكل شركه العامه للسكك الحج العراقيه. زين، اليوم هاي الخطوط حاليا لاحظنا احنا بشغله انه يطلع القطار من بغداد الى البصره ويمر على المحافظات والمنافذ اللي موجوده والاستراحات اللي موجوده، لكن ليش فقط يكون الانطلاق بالليل؟ نزول رغبه المسافرين، يعني العالم نزول رغبه المسافرين، احنا نأخذ القطارات صباحيه ونهاريه، لكن ازيد العالم يقول لك انا عندي معاملات الصبح مثلا بغداد او البصره. نعم. فاطلع منها بالليل اصبح انا بالبصره، او اطلع من البصره بالليل اجي لبغداد، ما عندنا في مشكله معينه، مو فد سر معين وهذا اللي فيه، لكن اذا يجينا قطارات مسافرين صباحي ما عندنا مشكله. باي وقت احنا حجازين؟ باي وقت ممكن. اي وقت احنا عندنا 12 سياد دي ام يو، 12 سياد قطار دي ام يو. الحمد لله. شكرا لك. يا اهلا وسهلا، حلت البركه، اهلا وسهلا، 100 اهلا بك. مشاهدينا الكرام، اكيد انتهت حلقتنا اليوم وياكم، برنامجنا برنامج اصداء الشارع لنقل الحقيقه والواقع الموجود بسكك القطار لوزاره النقل. اليوم كانت الاجراءات اساسها ووصلوا تفاصيل اكثر، لكن اليوم يناشدون من العشائر المحترمه انه يقول لك هذا اليوم هذا القطار مسير. لكن اليوم انت تبني بيتك على السكه وتخلون اطفالكم يفلشون الجامات اللي القطار، يعني المفروض خلي تكون اكو ثقافه، خلي يكون اكو وعي، المفروض اليوم اكو هاي ارواح بداخل القطار. اليوم انتم مثل ما تشوفون العبرات اللي موجوده على السكك المفروض هاي كلها تغلق. اليوم كلها تغلق. اليوم القطار ما مسؤول على روح اي شخص موجود من يعبر، القطار ما يقدر يوقف، وصعوبه بالوقوف، صعوبه بالوقوف. مشاهدينا الكرام، اكيد انتهت حلقتنا اليوم وياكم، برنامجنا برنامج اصداء الشارع، وشكرا لمشاهدنا لقناه سامر الفضائي، شكرا للمصور علي حسن، وياكم تقديم خطاب القصاب، واقول لكم في امان الله.